هتجيب حتة خشباية وقطعة خرطوم وتعالى معايا بدون مقدمات أقول لك هنعمل بيهم إيه. بأي طريقة حط شوية مية، طبعا المية هنا عندنا زادت، احنا مش عايزين المية تكون زيادة، احنا عايزين المية تكون يعني بالظبط على مستوى العلام، فاهمين قصدي؟ احنا دلوقتي في الأول ممكن تستخدم سطح مستوي أو مش لازم، المهم احنا نخلي المية على العلام. فنقدر نستخدم الميزان ده إن احنا نوزن بيه أي سطح نعرف إذا كان مستوي أو مش مستوي.